رجعنا لكم يا الشباب كده. بالفيديو ده هنتكلم عن القشر بندق مع الحاج عادل، برضك هنكمل بقيه اللقاءات مع الحاج عادل. ده القشر بندق. طبعا الحمام في القلش يا شباب، فالحمام مظلوم جدا، الحمام في القلش، فطبعا هتلاقي في تهجير، في عظم، في حاجات كتير مش باينه ومظلومه بسبب القلش. حاج عادل السلام عليكم. هنتكلم عن القشر بندق. هيفكر مشاكل كتيره معانا وهيعمل لنا مشاكل كتير، بس هو طبعا الاخ صمم ان احنا نشتغل فيه. انا على فكره من الناس اللي ما بتحبش القشر بندق اصلا، تمام، بس بحاول اجتهد فيه على قد امكانياتي وعلى قد فهمي. اوكي تمام يا حاج. فهنتكلم عن اللبله القشر بندق على قد فهم انا، تمام يا جدعان. هو بقول على قد فهمه، ده قوه كبيره على فكره. هنبدا مثلا بايه؟ ان احنا زي ما اتفقنا طبعا ان احنا بنتكلم على الجوايه اللي هي امكانياتها ضعيفه، تمام، ومش هتقدر تشتري حمام بفلوس. يعني الشبانات دي زي ما انتم عارفين الحمام المميز فيه فوق ال 20 وانت طالع، تمام، فاغلب الجوايه ما عندهاش الامكانيات دي. فاحنا مش هنشرح على الحمام الغالي، تمام، يعني هنحاول نشرح على الحمام ال 60% و 70% ازاي نقدر نوصل منه للحمام اللي احنا نفسنا فيه، تمام تمام. اول حاجه في اللبله هو بيهمه العياده تكون كويسه، تمام، عيادته تبقى كويسه، يبقى نضيف وسلت، تمام، اوكي. خدينه بيبقوا كوبيا، تمام، مقصود بيهم بس ان هم يبقوا درجه واحده، ما يبقاش مرحلين ولا محنيين ولا الكلام ده. هنا برضو لو احنا عشان الشمس هنا نحس ان الخد لونين في نقله، يعني تمام، اوكي. جتته كويسه وتقريشه كويس، تمام. في نقطه هنا هنقولها، التقريش بتاع الجته ده، تمام، ده بيقول لي الحمام كان من بعيد دخله ايه. طب يعني التقريش في الغامق وفي الفاتح، في البيج، في البندقي، في اوكي، عشان الجوايه اللي بتشتغل تبقى عارفه هي بتشتغل ازاي، تمام، اوكي. طب انا عايز افهم حاجه، بتكلم عن حاجات انا دي ارائي انا وفكري انا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هتصلح للمبتدئين حاجات كتيره اللي عايز يلقي، تمام، اوكي. انا هسالك سؤال وهقطعك معلش يا حاج، وعارف ان انت ايه يعني، هو يعني هيضايق ناس. يعني هو قشر بندق اساسي ولا فرعي؟ لا انا طلعت لقيته، فمش هفتي فرعي ولا من كام سنه. طيب يعني انا قلت انا بقوى من 84، هو موجود القشر بندق بتخانه بوش قصير في البيت اللي خارج موجود. طب هو ليه بيطلع بكل درجات البنيات، فاتح وغامق، ويعني ايه السبب في كده؟ عشان دخلوا الاخضر ودخلوا السكروطه ودخلوا البنفسجي، تمام. فاحنا هنقول دلوقتي واحنا باقي الحته اللي هنفيد بيها المبتدئين او على راد، يعني انا ده اجتهادي الشخصي، تمام، اوكي، عشان ما حدش يقول احنا بنفتي وغيرنا مفاهيم الحمام، تمام، وبنشرح على كل حاجه عامه احنا بنعمل الحمام بتاعنا يا حاج، نعرف الناس اللي فيه. يا حاج والله العظيم حضرتك احنا ما فيش حد بيعمل اللي انت بتعمله ده، اقسم بالله ما حد بيعمله. ده شاب طبعا، هو كل ما وشه بيبقى تخين وعظمه قصير، تمام، كل ما بيبقى عالمي، تمام، اوكي، تمام. لكن احنا بنتكلم على 60 و70%، تمام، يعني انا جايب للناس حمام 60 و70%، تمام. النافوخ زي ما اتفقنا دي اجمل حاجه بتحاول بتحسن الحمام، تمام، ان الحته من الشد ان العين تبقى حته واحده، تمام. كل ما بيكون هدو ده كويس كل ما بيكون اجمل، تمام، اوكي، تمام. هنا ده وشه طلع ضعيف ليه مع ان ابوه قوي، تمام. هنرجع لحته قلناها في السكروته ان الضريبه بتفضح، الضريبه بتفضح. المفروض الضريبه هي معروفه ان كلها زيتي في البن، تمام، بس الحته اللي هيضيفها الحاج عادل ابو صغير، ودي يعني هنقول اجتهاد شخصي، تمام، ان التنجيم اللي داخل الزيتي من فوق، شايفين ان عينه ايه صفرا ومن فوق زيتي، تمام. التنجيم اللي جوه الزيتي اللي من فوق ده ايه؟ ايه سببه؟ لانه داخله سكروتات، إيه؟ ابيض ابيض، فده داخله ايه؟ سكروته، سكروته. فلما جه ينتج نتج الحمام عظمه ما بقاش واخد شكل القشر بندق، بقي مايل اكتر لايه؟ للجدود بتاعته. يبقى انا اجي بفرخ ما بظلمش الغاوي اللي انا اشتريت منه هو الحمام ملعوب فيه، لا ده هو انا ما خدتش بالي ان الفرد اللي انا اشتريته جوه حمام تاني، جوه حاجه تانية، تمام. فهو بينتج ممكن جاب لي لون القشر بندق، تمام، بس جاب لي بعض صفات الايه؟ الصفات مش عليها السكروته، ما لهاش علاقه، تمام. واغلب الناس كانت بتدخل السكروته عشان تجيب فتقه العين قوي، تمام، وخارجه العظم. طب والقشر بندق اللي بقى عينه بقت فتقه، بقت شبيه، راحوا للسكروته قوي، يعني عينيه فتقه بس مدوره مدوره، واحيانا الجفن بيبقى تعبان فوق مش زي السكروته مبحلها على النص النافوخ، تمام، بس هو دخول السكروته بيدي الكلام، بيحل الحته دي فنيه، تمام، والناس تاخد بالها منها، تمام يا حاج، اوكي، تمام، اوكي. ده لون، ده لون تاني، ده لون تاني، ده افتح شويه صح؟ افتح شويه عشان الفرويات. تمام. اوكي. تمام. برضه هنلاحظ ان خده ناقل ما بين الاثنين. تمام. بس طبعا الحته الاساسيه اللي محافظين عليها النافوخ. النافوخ ولو هنا والقبله عاليه شويه. والقبله عاليه. بسم الله ما شاء الله. جفن كويس. جفن قربان اهو. اه. هنا رغم ان العين غامقه وقاعده بس نلاحظ برضو الناس دقه في التنجيم اللي فوق. واضح حاجه. اللي في البني اللي فوق دون ان هو ايه؟ مصفر او ابيض. مصفر او ابيض. ده بيقول لي ان هو داخله ايه؟ سكروت. سكروت. اوكي جتته فتحه باينه اهي. تمام. اوكي. حاجة انا عايز اعرف الريشه السوداء اللي في ديله دي بيبقى سببها ايه؟ برضه كان الحمام تاني دخل فيه؟ ده في حمام، هو يعني حمام من زمان موجود بتاع الحاج محمد بيطلع فيه اللي بيطلع فيه الديل القلاقه ده. لا مش الديل كله، هي بتبقى ريشه يعني ده ورشين في الديل بس. لكن طب الديل كله طلع لونه اسود او ازرق داخله خلايا، لازم يكون داخله حمام صوافه بقى. تمام. اوكي تمام. عايز اجيب لك الذكر الثالث. طبعا يا جماعه الحمام قالش، وبنأكد على كلمه قالش دي، فعشان برضك ايه احنا جينا في وقت برضك يعني ما ينفعش للتصوير، بس الحاج يعني مش متاخر عليكم في اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. ده فرد يعتبر قشر بندق. ده قشر بندق ابن قشر بنادق. ده اللي احنا بنحسن بيه يعني ايه، بندخله ده بقى اللي احنا بنعدل فيه الكلام اللي بنتكلم فيه ده. زي ما اتفقنا هو القشر بندق بطبعه وشه تخين وقصير. تمام. اوكي تمام. ده قبلته ممتازه. بسم الله ما شاء الله. حته واحده اهو. بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله اهي. والتنجيم هنا هيبقى لون الجته محمر، مش مدي على ابيض ولا اصفر. تمام. اوكي. ده ابن قشر بنادق. ابن قشر بنادق. تمام. ده فرد للتصليح. تمام. بنصلح بيه الحمام اللي عندنا ده. تمام. اوكي. يعني على كده يا حاج غلطه الغاوي بتتعب غواي كتير جدا، واللي بيشتري في ناس بتاكل نفسها الاونطه، في ناس مش بتسمع كلام ناس وهي حره. تمام. لكن الضريبه دايما هي بتفضح فرد الحمام داخله ايه او مستواه ايه او في ايه. اي فرد حمام عينه فاتحاه. اوكي تمام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بس هنا عشان الفرد ده كويس واقرب للبلق الصح. تمام. التصليح جاب معانا الحمام الاقرب للصح. تمام. اوكي. بسم الله ما شاء الله. هنا زلوله هي جتتها البندق. بسم الله ما شاء الله. مقرشه تقريش كويس، لون كويس، خدينا كويسين. وبصوا الضريبه ما شاء الله من صغرها. بسم الله ما شاء الله. مفسره ومع انها عيال صغيره لسه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بعض قصير قوي زي البول اهو. ولا صوافه ولا الكلام ده متحسن من جوه البيت يا شباب. متحسن من جوه البيت. من جوه البيت. وهو ده اجتهاد الغاوي. هو الغاوي بقى يقدر يخرج بالحمام يطلع منه ايه؟ دي قصه الغاوي. دي قصه الغاوي. دي شابه ثانيه اكبر شويه 21. بسم الله ما شاء الله. برضه زي ما اتفقنا احنا بنلعب على ان احنا نوصل للايه؟ اتشاب مظبوطه وضريبه مظبوطه. الخدود اهي مظبوطه. الخدود ولا مرحله ولا محنيه ولا الكلام ده. والخارجه موجوده. الاهم من ده كله ان احنا بنحافظ على حته النافوخ بتاعتنا. النافوخ كله ولا في بطحه ولا خنقه ولا الكلام ده. اوكي. بسم الله ما شاء الله. دي كده احنا يعني اهو لمينا شويه الشغل على قد الكلام. بسم الله ما شاء الله. كل اللي مطلوب من الغاوي يركز بالضريبه كويس قوي، لان الضريبه بتقول لك الفرد ده هيطلع حمام شكله ايه. دي مهمه جدا. تمام. يجيب حمام بوش طويل، يجيب حمام بخارجه، يجيب حمام، دي قصتك انت ما عرفتش تنتقي كويس. لكن نفترض ان انا دلوقتي عندي فرد حمام داخله سكروت. انا اشتريته عشان فتاقه عينه، عشان خارجه العظم، عشان تطبيق النافوخ. لما اجي الاقيه بقى ما ينفعش الاقيه على حماميه ثانيه كان داخلها سكروته مثلا او داخلها خضر من بعيد. انا عايز كجيل اول. تمام. كجيل ثاني او ثالث. تمام. وانا بلاقي لازم الاقي الحمام رمى للايه؟ للجدود. تمام. فيجينا حمام وشه رفيع وطويل، يجينا حمام يعني هتيجي مواصفات غير المواصفات. لكن لما باجي الاقي على حمام اقرب للصح بيديني زي ما وريت حضرتك الشبتين كده الوان وثياب وعظم اجمل من الايه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوناش يا رجاله بالدعاء ولايك للفيديو، وتكتبوا كلمه حلوه للحاج عادل، بجد تعبان معانا عشان نقدر نوصل بمعلومات كويسه وقيمه تفيد المبتدئين. هننتقل يا رجاله الباب تاني مع الحاج عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.